اشنو غادي نقول لكم؟ كل حكايه وعندها المعاناه ديالها، لكن حكايه الليله ما كنتش متوقعه نهايتها تكون من العيار الثقيل. وانا تنسمع لصاحبه هذه الحكايه كتحكي ليا، كنت صراحه متفائله بالنهايه وقلت صافي عندي قصه اللي كتسالي بالسعاده، فاذا بها كتعلن ليا عن خبر او نهايه صادمه وصاعقيه، واللي اكيد عرفتوها من عنوان الفيديو. ما تمشيو فين وخليكم معايا في حكايه الليله. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه. هنيئا لمنتخبنا الوطني المغربي بالفوز ديالو، صراحه عيشونا اجواء لي واخا حتى اذا ما كنتيش من محبي كره القدم، فلما تلعب الفريق نتاع بلادك كيولي كل شيء كيهتز فيك، احساس لا يوصف. فالله يدوم علينا نشاط، وكنتمنوا باش انه تكمل هذه الفرحه بفوزه على كندا باش نتاهلوا للدور الثاني، وديك الساعه اللي جات مرحبا بها. فخليني ما نتعطلش عليكم اكثر، اذا كنتي من اهل الدار كيف العاده راه الدار دارك، واذا كنتي اول مره كتكتشف القناه ديالي او كتسمع الفيديوهات ديالي كنقول لك مرحبا بك. ما تبخلوش عليا بانكم تضغطوا على زر الاعجاب لتحت اللي ما كيكلفكم حتى شي مجهود. ودابا غادي نقول لكم لنبدا. صاحبة الحكاية اختارت كاسم مستعار لها نجلاء، كتقول احنا كنا بينا ثلاثة ديال البنات وثلاثة ديال الدراري، طفولتنا كلنا دازت شوية صعيبة، ماشي شوية ولكن بزاف. بومي كيجيو لبعضهم من العائلة، الأم ديالي هي إنسانة اللي عاش في البادية، أما با هو إنسان اللي عاش في مدينة واللي غيجيبها عنده من بعد ما تزوج بها. ما عرفش تفاصيل حياتهم قبل ما نجي لهاد الدنيا، ولكن لما حليت عيني وأنا تنكبر غادي نبدا كنشوف ونفهم ونعرف بلي أنه با هو واحد الشخص اللي فاسد وديما غايب الشرب الخمر، ووقتو كان معمرو غير مع النساء إلى ما غير ذلك. من نهار عقلت على راسي عمرني ما حسيت بالوجود ديال با ولا بالحنان ديالو، ولا هزني ولا داني شي قصاريه وقال لي شنو خصك بنتي، ولا حتى في العيد انه يدخل علينا شي حاجه اللي هي بسيطه. ديما كان تيجي سكران اعزكم الله وكيضرب امي مسكينه، وكنا ساكنين غير في ديور الصفيح، وكان لما كيضربها تيخرجها على برا. الام ديالنا هي اللي كانت لعبه جميع الادوار ومضربه مع الوقت، وكتخدم علينا مره بالليل مره بالنهار، وما كانش عندها وقت فين تعطينا الحنان. فخدت شحال من جنين بسبب الخدمه والتمير اللي كانوا مستمرين معها حتى شهرها التاسع، واخا هكاك كبرتنا الحمد لله. با انسان طاغي وديما كان تيضربها وكيهرس عليها التلفاز وتفاصيل اخرين. ماشي طفولتي لي مهمه، ولكن صراحه كتبقى جزء من حياتي، وشنو عشت فيها صنع مني الشخصيه ديال اليوم. المهم كبرنا، وكاين اللي في خوتي خرج تزوج وفيهم اللي خرج يخدم، وانا مازال في واحد السن اللي كنت باقا فيه صغيره، كان خصني نجي نعجن نطيب لخوتي الذكوره ونقابلهم حيت امي ما كتكونش. با صراحه ما كان تيدير حتى شي حاجه، لدرجة أنه غادي ينوض يتزوج على أمي ويولد ويسكن في حي واحد آخر اللي قريب منا، وتخيلوا عيبدا كيجيب التقدية ويبدا يدوزها علينا على دارنا ويديها لولده مع ديك المرأة اللي من بعد غادي يطلق منها ويتزوج بمرأة واحدة أخرى ويولد معها. باختصار مفيد، أمي هي اللي دات على ودنا كل شيء، وإذا ما سمحتش لينا راه ما عندنا فين نحطو جنابنا. ختي الكبيرة غادي تجيبني عندها لدولة أوروبية باش نتعاون أنا وياها على الزمان ونعوضوا أمي على ما فات. أنا في هذا الوقت تعرفت على واحد السيد اللي كنت غادا معاه بالنية، تزوجنا وسلام، وكان واخد الإسلام بواحد الطريقة اللي هي عنيفة، إذا بانت لي خير زغبة خارج ليا من راسي كيبدا كيغوت وينوض صداع، ولا تيضغط عليا باش أنني ندير الخمار، علما أنني كنت دايرة الفولارة ديالي ساترة راسي، وكنت باغي نخدم وندير مستقبلي باش نعوض أمي. فإذا كنت بغيت غير نتزوج وندير الخمار ونسد عليا في داري ما كنتش غادي نتغرب، ولكن هو ما كانش كيفهم هذا الشيء، كان متشدد لواحد الدرجة اللي هي غير منطقية. قلت لها اجي نديرو حل، اش بان ليك اذا درت هادشي اللي بغيتي واش نتا توفر ليا داكشي اللي بغيت؟ قال لي لا انا على قد الحال، وان شاء الله اذا درتي الحجاب غادي نقول لك انك ديري الخمار. قلت مع راسي هاد السيد يعني اللي فيه وحتى وجهي باغيني نضرقو، وانا عندي اهداف واحلام وساكنه في دوله اوروبيه، خصوصا انا ماشي من داك النوع اللي يمكن ليا نربي الاولاد وناكل ونعس، لا انا خاصني نخرج ندمر واخا ندير الميناج. قلت اجي لبس ديك اللبسه او الجلابه ديال الخمار مع الشال ديالها الا وجهي ما نغطيش. والو واش اقتنع. شي نهارات كنت كنتهلا في راسي وكنقاد حالتي وندير عشيوه رومانسيه وكنفاجئو، ولكن في كل وقت كان كيجبد لي هذا الموضوع ديال الخمار. انا ذاك ما كانش مساعدني اللغه حيتاش ما كنتش مازال متمكنه باش انني نتواصل معاه، غادي تزاد عندي بنيته وكانت باقة علاقتنا جد ممله، وهنا قلت غادي نحبس هذا الشيء كله وطلقت منه. حيت الفولار ديالي اللي كنت دايره على ودو وخرج كنخدم على راسي،
وعلى بنتي بالحلال. بديت الخدمة في واحد المحل، واحد الدري مغربي قال لي راه كاين واحد السيد اللي عنده جنسية أوروبية وحتى هو مغربي وناوي المعقول، واش تبغي تزوجي به؟ وراني التصاور ديالو وقال لي أنا دابا غادي نهبط للمغرب حتى نجي ونلاقيكم. داز 4 شهور نسيت الموضوع. صدفة لقيت مول ديك التصويرة عندي في الفيسبوك، قلت اش يدير هذا عندي؟ قلت السلام وما وريتوش صورتي حيت حتى هو كان شافني عند هذاك اللي تيخدم معايا. فبدا تيسولني، قلت ليه سميتي؟ سميت بنتي. وبدا تيشك بلي انا هي اللي شاف ديك التصويره حيت كنعرف عليا شي معلومات، وانا نقول ليه انا هي هذيك السيده وهذه وهذه. قال لي بلي انا راه رجع للمغرب نهائيا. وبقينا كنتعاودوا على حياتنا حتى ولينا كنهضروا في المستقبل، حتى بدا تيقول لي شوفي انا غادي نجي عندك باش نتزوجوا. كيف تيقولوا زرب عليا زربت العمى في الظلمه، هو هبط للمغرب نهائيا وما عجبوش الحال تما وبغى يرجع لاوروبا باي طريقه، فما عطانيش الوقت فين نفكر. واخا تنقول ليه خليني نتعرف عليك والو، شهر واحد تعرفنا وشهر زوج تزوجنا. دخيا كان داكشي جا عندي ما جايب معاه حتى درهم وجاي طويل. انا قلت ماشي مشكل، المهم كون راجل وعقليته مزيانه، وكان غلب عليا في الحب والرومانسيه والتمثيل. دازو شهرين الاولى الحب والغرام وكيتعامل مع بنتي مزيان، وقلت الله واخيرا لقيت اللي غادي يعوضني. وصراحه حتى انا كنت مشتاقه انني نبني حياتي مع ولد البلاد، وتنقول دابا يمكن ليا انني نتناقش معاه كيف ما بغيت. انا اللي كنت خدامه وكنت تنصير، نهار اللي خدم غادي يعوضني، هو اللي غادي يتكلف بالصير والكرا، راه الدوله كانت كتعطينا شويه وكنت انا كنكمل شويه. قلت هذا راجلي على ما نحط راسي. بديت كنشاركوا الاسرار ديال عائلتي ومشاكلي معاهم والنقاشات ديالي اللي كانوا عندي انا ذاك مع اختي، وقلت لي حتى مشاكلي مع با وعلاقاتي الشخصيين وتفاصيل واحده اخرى. المهم كنت بروالة بهذا المعنى، وكان خوي كاع داكشي اللي عندي، وتنقول زعما راه هذا الزوج ديالي غادي نكمل معاه حياتي ودايره فيه الثقه. ولكن هو شنو كان تيدير؟ فاش انا كنت نعاود ليه بنيه صافيه هو كان تيجمع عنده. كنت عاودت ليه على داك المسؤول عليا في الخدمه راه طلبني من الزواج، وقال لي يكون غير زواج بالفاتحه، واللي هو اصلا كان مزوج بالقانون وعنده ولادو، وانا رفضت. هو شنو دار فاش كنت قلت ليه انا هذا الشيء؟ مشى تيقلب من مورايا حيت هو اصلا راه مشكاك لدرجه حوايجو ما كانش كيثيق فيهم. كل مره تيقول لي راه ما يمكنش هاد خينه يجي يطلب منك الزواج غير هكاك الا واذا كانت عندك معاه علاقه، راه ما يمكنش هادشي اللي كتقولي. تنقول ليه لا ونبدا نحلف ليه ما تقش بيا، وضربني زرق لي عيني تخلعت. وهادي يالله سالينا شهرين ديال الزواج. قولوا لي نتوما منين ديك الساعه شك فيك وانت ما دايره والو، نوض جمعي راسك وجري عليه، ما عندك ما ديري به. نوض خديت فلوسي اللي عندي في الدار وخرجت، عيطت عليه من الزنقه وقلت ليه هز حوايجك وما لقاكش عندي في الدار، لا هادي لا هذاك. منين وصلنا السي فلان انك تزرق لي عيني فما بقى ما يتزاد في العشره، بقى لي لا وعافاك وسمحي لي وراه ما قصدتش. منين شافني شاده في كلامي قال لي ايوا غير اجي بعدا نقول لك غير بسلامه. جيت دخلت لقيتو جمع الروينه وجالس كيتسنى. قلت ليه شفتك باقي ما جمعتي حوايجك؟ قال لي جلسي نهضروا. جلس وبقى عليا انا غلطت وما حسيتش وانا هادي وهادي. بدا يبوس لي في رجلي، بدا يبوس لي في راسي، كيعنقني والله عمرني ما نعاود. قلت ماشي مشكل اجي نعطي فرصه واحده اخرى، والانسان راه تيغلط. برد واحد شهر شهرين اللي فيها كان تيقول لي ما نقدرش نتقرب منك. علاش ما علاش؟ كانت يا ساده يا كرام في بالو بلي انني انا على علاقه بدك الباترون ديالي اللي ما عرفش منين جاب هذا السيناريو، غادي يرد لي حياتي جحيم بهذاك الشك. واحد النهار غرق عندي براسي اللي كان جابتو ليا بنت عمتي وهي وصاحبتها في عيد ميلادي، هو ما عرفش علاش كان تيقلب ولقى الروسو نتاع هذاك البراسلي. قال لي لا والو ما يمكنش صاحبتك هي اللي جابتو ليك، اكيد عطاه لك شي خليل ديالك. وانا قلت لك ما تخلي حتى شي حاجه من الماضي ديالك نبقى نشوفها. وعلى هذا ما تخلي والو، نهار تزوجت به عطيت حوايجي كلهم لخواتاتي، حيت قال لي اي حاجه كانت عندك بها علاقه مع راجلك الاول ما بغيتش نشوفها. قلت من حقه راه كيغير. اما القضيه ديال البراسلي ناض عيط على بنت عمتي وبدا كيسول فيها، ورغم داكشي ما تعقش، هز رجلي حتى الفوق وعطاها لي على نيفي. وانا عندي ديك الساعه 3 شهور كنت حامله، هربت للزنقه اللي كانت ديك الساعه الشتا وانا لابسه البيجاما خفيفه، لو كان ما خرج كون قتلني. جاب الله بنتي كانت عند باها، وانا مشيت تنجري حتى وصلت جهه المترو، طحت غيبت ودمايات. جات لومبيلونس بالخلعه سولوني شنو وقع لك، قلت لهم لا والو راه غير طحت. كانه كان عندي خوف انني نطلق للمره الثانيه، جيت عليه وفي بالي تنقول بلي انه حشومه غادي يقولوا في المغرب بلي راه طلقت المره الاولى وعاوتاني المره الثانيه ويرجعوني ضحكه، وهذا الشيء اللي خلاني انني ما فضحوش. المهم داروا لي الاكسجين وكنسمع فيهم تيقولوا ها راجلها ها راجلها، ما خلاوش يشوفني
طلعوني للسبيطار ما بغيتش نشوفه. هو عيط لصاحبه اللي جات يطلب فيا وحلف باش انه ما يبقاش يعاود حيتاش تخلع. كان جا عندي الطبيب تيقول لي غير قولي لي واش راجلك هو اللي دار فيك هاد الحاله. تنقول لهم لا ماشي هو. جا هو صاحبه بالليل داوني خد الوراق ديال السبيطار شرقهم. علاش شرقهم؟ باش ما يبقى حتى شي دليل عليه. بات معايا ديك الليله في الدار ولاصقني بالبكاء والطليب باش انني نسمح ليه، حيت مازال ديك الساعه ما داير لا اوراق لا والو. قلت لي شوف اخويا منين وصلنا لهاد الشيء الله يعاونك ويعاوننا. شحال من مره تنقول ليه الله يعاونك وتيبدا كيبكي كيبكي، وانا في هاد اللحظه ماشي تنطيح منه، تنقول لا بالعكس راه راجل، تنقول راه غير الغيره وهاد الامر من حقه، ولو كان ما كانش كيبغيني ما يديرش بحال هكا. ديك الساعه كانت قلت العقل. صالحت انا وياه تكلموا واحد شهرين وغادي نوض ليا بمشكل واحد اخر. هادشي اللي تنعاود لكم غير اللي عاقله عليه، حيت داكشي بزاف تيقل بيا تليفوني والنوامر اللي عندي كيسولني ديال من. وانا عندي التزامات بزاف، مره البوسطة مره البنكة، كل مره ملي تيجيني اتصال خاصني نبرر ليه كل واحد مناش تيجيني وشكون، وكيتهمني باللي انني مخبي عليه شي حاجه. حتى تيقول لي يلا نمشيو لاجونس يخرجوا لنا ديك الورقه ديال الاتصالات ديال التليفون ديالك، خرجها مني لواحد الدرجه ما كتصورش. تنقول غدا غادي يتبدل، غدا غادي يتبدل، والو. تشكيت على مخواتات وباه بدون نتيجه. غير صبري راه هكاك داير، راه ما تيحشمش. ودازت هاد المشكله سيمانه جوج سيمانات ويعاود يبدا مشكل اخر، وانا كنشوف في عيني كيفاش هو محرق على الوراق باغي يطلعهم باي طريقه. واحد النهار غادي نكتشف بلي انه تيضرب بنتي الاولى من الراجل الاول وماشي قدامي. كنت خليتها معاه، مشيت نخدم ما جيت حتى الليل لقيت مطراسي ليها يديها في رجليها. سولت علاش ضربتيها، قال لي ما بغاتش تاكل. بديت نغوت عليه ما عندكش الحق تقيسها، انت ماشي باها. ومع انا جعواقه ما خليتش ليه، بدا عليا صافي اسمحي ليا راه بغيت نربيها بحال بنتي. مع الوقت بديت كنفيق شويه، ما بقيتش كنخاف منه. ضربت معاه 4 سنين ديال العشرة وكل مره تيدير حاجه وكنسمح ليه. من جديد واحد النهار غادي يبدا الشكوك ديالو الاتهامات ديالو وعايرني. قلت لها المو هي تقول لي اسمعي يا بنتي جمعي لي حويجاته وحطهم لي حدا الباب الدار حتى لهنا بركه عليك. عيطات ليه شبعات فيه معيار. فجا السيد بدا كيغوت عليا ويا الفاعله ويا التاركه وكيعايرني، وكتمشي مع فلان وديري مع فلان ودوك الامور اللي هو قانع بهم راسه ومتاكد باللي انا راني ما مزياناش. ما كانش عارف بلي انه كون ما كنتش مزيانه كنت تراجعت فاش ولدت بنتي الاولى. وبركه عليا وما غاديش نمشي نقلب على واحد مزلوط، سمحوا لي على الاسلوب اللي ما عنده لا اوراق لا دار وجايبه مسكنه معايا وكنصرف عليه وباغا غير نتستر انا وياه ونبني معاه اسره. بدا تيضرب عليا الباب باش نحل، جاب شي صاحبتي وراجلها اللي ساكنه حدانا. حليت بزق لي على وجهي اعزكم الله، رجعتها ليه وبدا كيتهمني قدام الجيران بالفساد. ما احترم حتى شي حد وما شاف بوجهي حتى شي حد. قال لي غادي تعطيني سيمانه ونمشي في حالي، وانا عارفه ديك السيمانه اللي فيها كيبدا كيطلب غير باش انه يدير الوراق كل مره. الله يسامح الله يسامح. هو كان مكلف غير بالسير وانا كنت نخلص كل شيء، المدارس الكرا الحوايج كل شيء، وغير من الشوماج اللي كنت كنتخلص عليه حيت باش ما كانش عندي خدمه. غادي يولي كيتحاسب معايا على الفلوس ديال الدوله اللي كتعطيني على بناتي. ما خسرت والو، درت ورقه وستيلو تحاسبت معاه حتى سكتو. بعض المرات فاش كنخرجوا ناكلو في الزنقه كتكون شي حاجه اللي هي خفيفه كيخلصها هو، وإذا بانت ليه غالية تيقول لي خلصي راني نسيت لاكارت ديالي بالعاني باش ما يخلصش. ومعاناة أخرى اللي هي كثيرة لا تعد ولا تحصى. اختصار مفيد، عندي واحد صاحبتي ديال الصغر كاينة في دولة أوروبية، وحدة أخرى كانت صيفطات لي تصويرة نتاع واحد السيد اللي هو راجل واحد صاحبتنا وقالت لي بلي أنه شوفي هذا واش عقلتي عليه. قلت ليها لا، قالت لي راه هذا هو اللي كان مع فلانة وشوفي تعفرت عليه وشوفي دابا كيف ولا وبقينا شادين الجماعة. سالينا مسح دوك التصاور ما عندي ما ندير بهم. هو فاش جا بحال ديما بدا تيقلب لي التليفون وما غيلقى في بلاصه التصاور الممسوحين غير التصويره ديالو. قال لي شنو هذا الشيء؟ عاودت له القصه كيف عاودتها لكم. هو كان كيعرف هذا صاحبتي حيت واحد النهار مشينا عندهم رحبوا بينا. اشنو غادي يدير؟ ما غيتيقش بيا كيف العاده، غيشد تليفوني ويصيفط الميساجات لصاحبتي من 10 ديال الليل ويسولها شكون هاد خاينه. ديك السيده مزوجه وبوليداتها ما جاوباتوش. الصباح كتعيط ليا شنو وقع نجله، شرحت ليها شنو كاين. عيطات عليه وشرحت ليه، قال لي لا نتوما متفقين وحتى كتخططوا اشنو كتقولوا عاد كتعيطي ليا. وبدا كيغوت عليها وكيسبني ما حش ما استحيه، وقال ليها اذا بغيتي نسمح ليها قول لها دير ليا شي طاجين انا جاي. عيطات ليا صاحبتي
وقالت لي هادشي كله اللي وقع. تسنيتو حتى جا، ما كاين لا طاجين ولا تحمص. دخلك لها واحد الضانونه ومشات تفرج في الصالون باش ينعس. انا مليت وعييت وبديت كنعيق. مشيت وقفت عليه وقلت ليه نوضه وليدي، قلت ليه ديك السيده اللي كدوي معاها وتسب فيها شنو كتجيك بالسلامه؟ امك، اختك، بنتك، انا مزوجه وهي ما مزوجاش، انا عندي راجل وهي ما عندهاش. صفت لها مع 10 ديال الليل وتدوي معاها بهذاك الاسلوب، شكون انت؟ حتى تسولها ايوا خويا منين انا هادي وهادي وهادي وكتهضر فيا. هنا نوقفوا، هنا سالينا. وانا في ديك الوقت كنت حاملة ببنتي الثانية منه. خرج فيا عينيه وبدا تيغوت. غوت عليه انا وقلت لي ما عندكش الحق تغوت عليا وفي وسط داري، خرج عليا. انا صافي منين عقت بفعيل والتشوطين ديالو ما بقاش كيخلعني. سيد عقت بيتي يمشي عند خواتاتي ويقول لهم اشنو قالت فيكم وشنو قالت فيكم. وهنا جبت ليه كل شيء البالي وجديد نتاع فعيله. قلت لي قسما بالله ما غادي نرجع لك وهذه هي اخر مره. قال لي بناتي بغيت نشوفهم. قلت لي بناتك غادي تشوفهم بالقانون. المهم شفت بلي السيد باغيني على ود الوراق، ولكن النيه وقلت النيه عمرهم ما كيتلاقاو. تخيلوا دارنا فاش كنهبطوا لها في المغرب ما عمرو ما دخل حتى كيلو ديال البنان. انا اللي كنتقدى وانا اللي كنجبد من جيبي، فنيده هي الاخرى ما كيشريها. فاش كنقول ليه علاش هاد الفعيل، تيقول لي داركم هذيك انت اللي تقداي. بقى عاوتاني كيتبلحس عليا ويطلبني. قلت ليه والله ما نرجع ليك ولا نقبل عليك، واخا يبقى فيا عرق اللي تيضرب. عطيتك بزاف ديال الفرص وضيعتيهم، دابا غنعطيك سيمانه باش تجمع حوايجك وتشوف فين تمشي. كندخل السيد كنلقاه تيشقى تيجمع الدنيا واصلا خرج من الخدمه. قلت ليه راه والله ما عرفت شنو دير، صافي راه سالينا. في داك الوقت كان عيد ميلاد ديال بنتي الكبيره، كنت هزيت فلوسي وديت بنتي الاخرى للروض الصغيره ومشيت كنتقدى. تبعني حتى كنلقاه ورايا. علاش تبعني؟ شنو بغيتي؟ غير نهضر معاك ما تدويش معايا. هادشي دوينا فيه وحطينا نقط على الحروف. حطيت بنتي ومشيت. فين ما كندور كنلقاه حدايا وانا عندي 8 شهور في كرشي. حتى عييت وبقيت كنغوت في الزنقه وبعيد مني وعباد الله عتقوني. عصبني وما بقيتش كنتملك اعصابي. سيد تخلع وهو يمشي من طريق وانا من طريق. بديت كنجري وانا حامله. مشيت تخبيت كنتسنى واحد 20-15 دقيقه وخرجت وهو تيبان ليا عاوتاني. سبقني للدار وبقى كيتسنى. ملي شافني ما جيتش بدا كيقلب عليا. دويت لختي وقلت ليها شنو دار. قالت لي شوفي هاد خاينه كبريها مع هاد الصغار. سبقته للدار من حسن حظي ما لقيتوش حيت عاوتاني خرج يقلب عليا. وقفلت عليا الباب وبديت كنجمع ليه في حوايجو. جا باش يدخل ما قدرش يحل، بدا يدوي معايا بواحد الطريقه زوينه باش نحل ليه. وهنا حلفت ليه اذا ما مشاش غادي نعيط ليه على البوليس. قلت ليه حوايجك هبط لتحت انا غادي نحطهم لك قدام الباب اجي خذهم. والو حلف لا مشى. قال لي غادي نعيط لك على خالتي تجي دابا. قلت ليه اييه حتى دابا مزيان. هاد خالته وقفت معاه ودخلته من الشتا وشدات بيديه وفي الاخير هضر فيها وفي ولادها وبلي انا ما مزياناش. قلت ليه صافي مزيان نيت منين شديتي فيا الحديد، خليهم يجيو حتى هما يشوفوا شنو كتقول عليها وعلى ولادها. غير قلت ليه هاد الكلمه وبدا تيخبط عليا الباب وكيضربو. عيطت للبوليس وقلت لهم راني حامله. هو سمعني تخلع مشى جايب بنته من الروض زعما باش اذا شافوا البوليس مع بنته ما غيديروا معاه والو. باختصار مفيد جاو عندي ديك الساعه داروا معايا استجواب عليه وقالوا لي سدي عليك الباب. غير هما خرجوا ها هو طلع وبقى كيتمسكن عليهم. سمعت صوته خرج شديت بنتي من عنده وخرجت ليه شواكشو وقالوا لي سير في حالك. فاش خرج حلفها فيا باش ينتقم مني. مره كيجي كيشوف بناته ويبدا يبغي بحال يبكي وانا صافي عاقت به وعرفتو بلي انه ممثل واعر وعزيز عليه السينما. فاش دخل شهري مشيت جلست عند اختي حيتاش قريب ليها السبيطار ونقدر نخلي ليها بناتي في امان. هو عيا ما يصوني ليا وانا ما بغيتش نجاوبو. وجا بقى سامر حدا الدار ديال اختي. غير هي خرجات بدا في المعيار وانا داك النهار كنت كنتوجع. خرجت لعندو وفعلا ناجله كانت صيفطات ليا فيديوهات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللي فيهم تهجم عليهم في وسط الزنقة وتيعاير فيهم وكلام من نابئ لا ليها لا لختها لا لبنت ختها. يعني واحد المستوى اللي كان جد جد رديء وحشومة أنه يدار خصوصا من طليق لزوجته أو لا زوج لزوجته اللي مشاركين الدم. هذا هو الفيديو اللي كنت شفت. كتقول نجلاء بلي انها عيطت للبوليس جاو ولقاو هرب. ديك الليله كتقول مازال شدني الوجع بالاعصاب وجات الاسعافات الدوني. تمحنت وتعذبت وانا وصل الالم ديال المخاض ديالي كندعي فيه باش ربي ينتقم ليا منه. تفكيت على خير جاو اهلي وخوتي الا هو ما جاش حيتاش ما بقاش عنده الوجه فين يجي. وحلفت له وريته بنته على داكشي اللي دوز عليا. بقيت عند اختي اسبوع حتى نفست على خاطري. هو كيعيط ليا ويعاود. قلت له والله لا شفتي بنتك حتى يقولها ليا راسي. ما خليتوش يشوفها حتى دارت شهر ونص. حتى بقات امي كتطلبني كتقول لي ها العار ها العار. كنخرج ليه بنته بالدقائق كيشوفها ويبدا يدير دوك دموع التماسيح ونشدها ندخلها
ما بقاش كنثق فيه. تنقول ليه ما تبقاش تجي عندي كل ساعه مصدعني، بنتك غادي تشوفها كل مره في 15 يوم. مع الوقت بديت كنكتشف بلي انني كنت مزوجه بمراوي، برجل نرجسي ما كيحترمش العيالات وكيخسر الهضره قدام ولادو وقليل الحياه. انسان نرجسي يدير فيك اللي بغى، وانت خاصك تقولي سمعا وطاعه، تقولي غير حاضر وتحني الراس وتكوني في الملك ديالو. انا طلع ليا هو في راسي ومشاكله في راسي ونقيره في راسي، وحتى عدم الاحترام اللي ما بقاش عندي. عييت لدرجه كبيره، والحمد لله بعد ما تفرقت عليه عاد حسيت بالراحه فاش مشى، وعاد حسيت باللي انني وليت بنادم. ما بان عليا زواج، ما بان عليا والو، كادو ما كيدخلوا عليا، ما بانوا عليا ذهوبات، كيف كنت وكيف وليت وزدت كفس. قلت مالي على هاد الحاله، شنو زايد عليا؟ ما مخرجني، ونهار خرجني كيقول لي خلصي حتى للدار ونعطيك وما تيعطينيش. صافي الله يعاونو، ما عندي ما ندير به. كرهت الرجال وقلت صافي بركه، غير انا وبنياتي. دازوا الايام ودازت شي سنوات، تعرفت على واحد السيد في المدرسه ديال بنتي، مطلق وعنده حتى هو بنيته وللأصل ديالو من دولة عربية. بقينا سلام السلام حتى لقينا راسنا كنجمعو، تبادلنا نوامر. الليلة اخر غادي يسيق الخبار وغادي يهجم عليا في داري، فاش جاي يدي بناتو بقى تيعيرني ويتهمني. عيطت ليه على البوليس مرة اخرى، هرب. ديكلاريت بيه وقلت لهم بلي انه كيهددني، وما داروا حتى شي حاجه. هو ما خلى ما دار، خصوصا فاش يسيق الخبر بلي غادي نتزوج بهذاك السيد. ما خلى ما دار، كيمشي لخدمتي كيخسر لي السمعه ديالي، كيعيط لعائلتي كلها باش كيشوه فيا. اللي دوا معاه من عائلتي تيقولوا ليه ماشي سوقك، حياتها هذيك دير اللي بغات. دازوش لا تفاصيل اللي فيهم تشوط مزيان وتدخل بيني وبين حماتي الاولى ديال الراجل الاول، تدخل ليا في شي امور ديال الوراق باش نتحرم من شنو كتعطيني الدوله باش نعاون بناتي. المهم من نهار طلقت وليت لاباس وصحتي لاباس، شريت طوموبيل ودخلت على راسي من دوله لدوله، ودرت داري وشريت دار في المغرب كيف دايره، ودخلت كندير الرياضه وتهليت في حالتي. وانا كنت عارفه بلي انه هذا الشيء هو تيمرضو وفاقصو، فاش كيشوفني عن بعد بلي كنتقدم في حياتي كيتفقص وكيبغي يموت وكيعايرني، وانا تنضحك وكنقلي ليه السم حيتاش اكتشف بلي انه مخلخل في دماغه. انا حاليا فرحانه مع راجلي ديال دابا اللي ما عارفش فين يحطني، واللي بناتي كيحماقوا عليه وكيتعامل معايا في قمه الاخلاق. ولكن لا، ماشي هذه هي النهايه باش غادي تسالي قصتي للاسف. هاد الايام بنتي المتوسطه كتبقى تدور في شعرها وكتنتفو. عييت معاها باش انها تحبس من هاد الشيء، ولكن بدون نتيجه، بحيلا معصبه اولا مبرصطاها شي حاجه. اما بنتي الصغيره كدير يديها في المناطق الخاصه ديالها، واكثر من هذا غادي يعيطوا عليا في الروض وقالوا لي بلي انها كتلعب بالبوبيات ديالها ولا المونيكات في المناطق الخاصه ديالهم، وكدير شي حوايج اللي هما غير طبيعيين وما يمكنش يديروهم الدراري في السن ديالها. تخلعت وقلت لهم بغيت طبيب نفساني ديال الروض اللي ضروري نتكلم معاه. تلاقيت به وشرحت ليه سيتواسيون فاش عشنا، وطلبت منهم يقولوا لي شنو ندير. عطوني المعلومات وفين نمشي وفين نجي، وتبعت البناتي عند اخصائيين نفسيين اللي غادي يصيفطوا لنا شي مسؤولات اجتماعيين يديروا المراقبه، يشوفوا فين كيعيشوا هاد البنات. وسولوني بزاف ديال الاسئله، لا انا لا الطالق الثاني ديالي. اليوم كانت عندي جلسه في المحكمه واصابع الاتهام موجهه لباهم. ايه قالوا لي حنا شاكين باللي انك درتي لبناتك شي حاجه وتعرضوا للتحرش من طرفك انت، وما يمكنش لك تشوفهم حاليا الا في حضور زوج او ثلاثه ديال الاشخاص زائد الام بضمن عرفوا شنو عند بناتك بالضبط معاهم. في نظركم علاش موجهه ليه اصابع اتهام؟ لانه بنتي مع راجلي الاول ما فيها حتى شي مشكل ولا حتى شي عيب، غير بناتي الاخرين معاه هو اللي عندهم هذا الشيء. هو حاليا باقي تحقيق مفتوح باش يعرفوا الاسباب نتاع التحرش وكيفاش وعلاش وداكشي كامل. وانا قلت لهم عافاكم ديروا اي حاجه فيها مصلحه بناتي، ولكن للاسف اللي خايفه منه انه انا اليوم مهدده انهم يديو لي البنات بسببه هو، واخا هو طليقي وما بقاتش تجمعني به علاقه. وطلبوا مني ايضا انه راجلي الحالي ما يقربش منهم، واخا لا دخل ليه في هذا الموضوع حيت حتى هو عنده بنته قد بناتي اللي كتجي عندنا. انا صراحه حطيت قصتي باش نطلب من البنات ديال فرنسا ولا ديال اوروبا عموما اذا تعرفوا شي محامي اللي هو متمكن وعنده سمعه ومكانه يتواصلوا معايا. انا شخصيا غادي نعطيكم النمره ديالها ديال نجله، كتقول حيتاش اذا الدوله قلعت لي ولادي انا راني نقدر نتسطى. رسالتي الاخيره لكل امراه، بعض المرات كنسمع شي حكايه ديال البنات كيتشكاو من ازواجهم، كيدير ليا كيف عليا، تنقول علاش باقا مازال مطوله معاه. تتقول لك ضربت معاه 10 سنين 14 عام الى ما غير ذلك، وهو من الاصل داير هكاك، وديك 13 عام عمره ما تبدل. انا تنقول لهذا النوع شنو مصبرك على هذا الراجل؟ علاش كتصبري على الدل؟ هزي ولادك وخرجي، انت اصلا راكي قاده براسك، وربي راه هو رزاق وعمره ما غادي ينساك. خرجي قلبي على راسك، خرجي خدمي، راه الراجل ما عنده ما غادي يزيدك.
الله يعطيك السر، ما تصبريش على الدل، والسن بالسن والبادي أظلم. بحالي بحالك بزوجنا هزين مسؤولية، إذا ما كانش يمكن تحطي عليها الراس أعطيه اتساع، ما غادي يزيدك غير التعاسة والهم. وهذه هي نصيحتي لكل مستمع، وما تنسونيش من الدعاء ديالكم. وهذه هي حكاية نجلة. صراحة في الأول فرحت بزاف، لأنه قلت عندي قصة إيجابية غادي نشاركها معكم وغادي تقويكم، فإذا به اليوم غادي تعطيني النهاية ديال هذه الحكاية اللي فيها هذه الصدمة، أنه الأب كيتحرش بابنته اللي مازال باقين طفلات. وصراحة صدمني هذا الأمر، بقيت هذه العشية كاملة وأنا حالة فمي كنقول كيفاش هذا الإنسان يقدر يدير هذا الشيء في الفالدة الكبد ديالو. المهم تحقيق مازال ما خرجش، مازال ما عرفناش شنو كاين بالضبط. نسأل الله السلامة والعافية. دمتم في رعاية الله وحفظه. ما تنسونيش أنكم تضغط على زر الإعجاب. سلام سلام.